أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم تحية المسجد وقت النهي. هذه فيها خلاف، والأدلة متجاذبة فيها، فإذا صلى لا ينكر عليه، وإذا جلس فإنه لا ينكر عليه، لأن المسألة خلافية وكل قول له دليل، والله أعلم. لكن إذا صلى لا ينكر عليه، وإذا جلس ولم يصلي فلا ينكر عليه أيضا. نعم.